نعم راوية، يعني فعلا يتواصل القصف العنيف على محافظة شمال قطاع غزة وتحديدا على جباليا ومخيمها وبلدة بيت لاهيا وبلدة بيت حانون، المناطق التي تتعرض لعمليات قصف بشكل عنيف ومكثف لليوم 10 على التوالي، والتي أدت إلى سقوط المئات من الضحايا والمئات من الجرحى والمصابين، إضافة أيضا إلى أن هناك العشرات من المفقودين لا زالوا تحت ركام وأنقاض المنازل التي تعرضت لعمليات القصف من قبل الحرب الإسرائيلية وأيضا من قبل مدفعية الجيش الإسرائيلي. هذه المناطق أيضا راوية لا زالت تعاني من أوضاع يعني إنسانية صعبة نتيجة عملية النزوح القسري للمواطنين من مراكز الإيواء وأيضا من منازلهم وتوجههم إلى مناطق ليست أيضا آمنة جراء إجبارهم من قبل الجيش الإسرائيلي على ترك المنازل ومراكز الإيواء والتوجه باتجاه مدينة غزة بإحيائها المختلفة سالكين طريق صلاح الدين الذي هو محفوظ بالمخاطر بفعل أن مسيرات إسرائيلية تجوب أجواء تلك المنطقة وتطلق النار صوب أي مواطن يتحرك. قبل قليل وفدنا راوية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف عدة منازل في محيط مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا شمالي القطاع، كما أيضا قصف أيضا عددا من المواطنين من خلال مسيرات كانوا يحاولون النزوح من تلك المنطقة باتجاه بيت لاهيا وأيضا باتجاه شارع صلاح الدين وصولا إلى المناطق هنا في مدينة غزة، وهناك أعداد من المصابين بفعل هذا الاستهداف من قبل الجيش الإسرائيلي.